بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أمشودة فتى الفتيان، نظمتها لكل فتى أراد له أبوه أن يكون رائد خير وصلاح وعلم ورشاد. صاحب بني أهيل العلم والآدب، وزاحمناهم ما عشت بالركب، وجانب السوفها من لا خلاق لهم، تعش كريما سليم العرض والحاسب. من لازم العلماء يغنم بنياه هدى، ويعتلي قيم من في المجد والرتب. هم قادة أمنا، هم سادة فوطنا، قد جاء مدحوهم في أقدس الكتب. هم للحياة حيا، هم للعفاة حبا، هم للمريد كمثل الأنجم الشوب. فإن ظفرت بهم فالزم مجاليسهم، واقرأ عليهم فنون العلم والآدب، والزم مجاليس ذكر الله ما عوقدت، يحيا بها القلب من هم ومن كرب. واتلوا القرآن بقلب خاشع واجل، واستغفر الله تقصرا به واتبي. وراقب القلب دوما في تقلبه، واجعل تقلبه لله واقتاربي. وصاحب الأتقياء تغنم بصحباتهم، طيب الخصال وسوء الفعل تجتنبي. هم شافعون إذا ما جئت يوم غد، ترجو من الله كشف الهم والعطب. وإن جلست إلى قوم تحديثهم، فاجعل حديثك موزونا كما الذهب. وخالق الناس لا كبرا ولا مالقا، ولازم الصبر في البلواء واحتاسبي. فهذه من أبيك اليوم توصية، فخذ بها يا فتى الفتيان واحتاقبي. تمت وبالخير عمت.